بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي متابعي قنوات تاون تايم سبورتس في كل مكان، موعد جديد مشاهدينا متابعينا متابعي قنوات اون تايم سبورتس مع منافسات كرة السلة المصرية وإحدى المواجهات القوية الليلة في المواجهة الثالثة اللي بتجمع بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري في سلسلة مواجهات الفريقين في نهائي دوري السوبر. المباراة الأولى انتهت لصالح نادي الاتحاد السكندري بفارق 11 نقطة. في المباراة الثانية النادي الأهلي يعدل النتيجة ويفوز في اللقاء الثاني أمام نادي الاتحاد بفارق 13 نقطة. يبقى كده تعادل الفريقان 1-1 بعد أول مباراتان. طبعا خمس مواجهات ستجمع الفريقين في نهائي دوري السوبر لحسم من هو بطل لقب دوري 21-22. المواجهة الثالثة اليوم على نفس الملعب، ملعب الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. مباراة اليوم تشهد عودة كوري ويبستر محترف نادي الاتحاد السكندري اللي غاب في المباراة الثانية للإصابة، وأيضا بتشهد عودة أحمد إسماعيل عملاق ونجم النادي الأهلي اللي غاب في أول مباراتين، يعود اليوم بعد إصابة. كابتن أحمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد والتوجيهات والتعليمات الأخيرة قبل انطلاق المباراة. أيضا تعليمات أغوستي جولبي المدير الفني للنادي الأهلي. المواجهة الثالثة، الفريق اللي هيفوز اليوم هيتقدم 2-1 بعد ثلاث مباريات، وسنذهب إلى مباراة رابعة يوم السبت القادم بإذن الله. أغوستي جولبي يذهب شخصيا إلى كابتن أحمد مرعي المدرب القدير ليصافحه قبل انطلاق المباراة. كابتن أحمد مرعي زي ما قلنا مرارا وتكرارا هو المدرب الأكثر تتويجا، المدرب الأكثر تتويجا في كرة السلة المصرية، المدرب التاريخي لكرة السلة المصرية. هناك دي أحداد على الحكم الدولي الشاب رحمة الله عليه. دي أحداث على الراحل والفقيد أحمد بركات الحكم الدولي الشاب المصري قبل انطلاق المباراة. علي بيبو، ياسر صالح، إيهاب أمين، عمرو زهران، تومسون، مروان سرحان، عمر طارق. والهجمة تذهب على طول لنادي الاتحاد مع رمية القفز كوري ويبستر. دولا يبدأ والهجمة لنادي الاتحاد، علي محمد في مواجهة مروان سرحان، بيبو، دولا، أحمد عادل عبد الهادي، دولا، دولا، كوري ويبستر، كوري ويبستر، تمريرة، علي على التصويب، ثلاثية ولد أول نقاط المباراة والثلاثية. يسجل علي محمد والافتتاحية وثلاثية لنادي الاتحاد وثلاث نقاط. الهجمة للنادي الأهلي، مايكل تومسون بيضغط عليه دولا، محاولة تومسون واعتراض الكرة بالقدم. هذه العادة وأول ثلاثية في المباراة. علي محاولة إدخال الكرة، إيهاب أمين، إيهاب أمين، إيهاب، تمريرة، عمرو زهران في مواجهة كوري ويبستر. عمرو زهران، عمرو زهران يحاول، عمرو زهران والمتابعة، عمرو زهران صراع على الكرة، و24 ثانية، دفاع قوي وناجح من لاعبي نادي الاتحاد. الهجمة لنادي الاتحاد، دولا، دولا في مواجهة مايكل تومسون، علي محمد، علي، بيبو، دولا، دولا يرجع مرة ثانية ياخد نص الملعب، كوري ويبستر، كوري ويبستر
مصوب متميز خطير كوري علي علي اخترق يعكس الملعب ياسر صالح على التصويب ثلاثيه ولد ينجح في التسجيل وثلاثيه ست نقاط متتاليه من نادي الاتحاد دون رد من النادي الاهلي الهجمه للنادي الاهلي كوري وبستر اتقطعت ما شفناهاش يعني ما شفناش الكره اتقطعت ازاي على التصويب كوري وبستر ثلاثيه غير ناجحه ياسر صالح في المتابعه ياسر صالح يسيطر على الكره تمريره علي تحت الباسكت يضيع والمتابعه الدفاعيه وريباوند من عمر طارق مايكل تومسون مايكل تومسون على التصويب ثلاثيه مايكل تومسون واوفنسيف فاول هل الحكم يحتسبها ام لا مايكل تومسون بيقول للحكم ثلاثيه محتسبه هنشوف هو في خطا على المهاجم في السكرين على عمر طارق لم يحتسبها الحكم الانطلاق الهجمه دولا احمد عادل عبد الهادي يبدا الهجمه نادي الاتحاد دولا علي محمد علي بيبو تمرير دولا بيضغط عليه مايكل تومسون دولا كوري اوبستر كوري بيقابل عمرو زهران تمريره بيبو بيبو على التصويب بيبو روعه التصويبه احمد ابو العلا يسجل لثنائيه وثمان نقاط متتاليه من نادي الاتحاد في مشكله هجوميه عند النادي الاهلي حتى الان مش قادرين يخترقوا دفاع نادي الاتحاد ومن جديد عمر طارق يرتكب مرتين متتاليتين خطا على المهاجم في السكرين مرتين هذه العاده وثنائيه بيبو الروعه محاوله وانطلاق الهجمه نادي الاتحاد دولا كوري ويبستر كوري ويبستر على التصويب سايبينه براحته لا يسجل والمتابعه على طول خطير كوري ويبستر خطير في التصويب لاعب متميز حتى الان لم يسجل ولكن عنده المقدره لتحويل المباراه في اي وقت عمرو زهران محاوله اختراق وفي ترافلينج مخالفه المشي بالكره اداء دفاعي كبير من لاعبي نادي الاتحاد مع بدايه المباراه عاملين مشكلة هجومية للنادي الأهلي مش قادرين يخترقوا دفاعات نادي الاتحاد دولا يبدأ الهجمة نادي الاتحاد دولا كوري ويبستر كوري ويبستر تمرير علي كوري في مواجهة مروان سرحان كوري يطلع بيبو بيبو في مواجهة عمر طارق تمريرة دولا كوري ويبستر على التصويب وثلاثية بعيدة المدى لا يسجل الريباوند على طول عمرو زهران مايكل تومسون مايكل مايكل تومسون يطلع اختراق مروان سرحان مروان وفي خطأ على بيبو سامح ستيفانوس يحتسب خطأ على احمد ابو العيلة بيبو لاعب نادي الاتحاد رميتين حرتين مروان سرحان يفقد الرمى الاولى يسجل الثانية أول نقطة للنادي الأهلي بعد مرور تقريبا 43 ثانية تغيير هيخرج عمر طارق خرج عمر طارق إلى مقاعد البدلاء الهجمة النادي الاتحاد علي محمد علي يبدأ الهجمة النادي الاتحاد يعدي يعدي بالكرة علي يطلع ياسر صالح سيف سمير هو بديل عمر طارق في النادي الأهلي دولا أحمد عادل عبد الهادي دولا ياسر صالح بيحاول يعدي من هاب امين عدى علي يقطع هاب امين رايح هاب امين تمريره حلوه التمريره روعه التمريره وسلام دانك من عمرو زهران روعه التمريره من هاب امين وسلام دانك من عمرو زهران الفريق يتقلص الى خمس نقاط هذه العاده تمريره بذكاء ضغط عليه ياسر صالح
دولا، دولا بيعدي شماله اختراق تمرير عالي، ياسر صالح، ياسر، دولا، دولا في المواجهة مع هاب أمين، دولا على التصويب ثلاثية إلى خارج الملعب ورمية جانبية وحيازة للنادي الأهلي. أدي العادة والتمريرة وعمرو زهران كالمعتاد وسلام دانك، إدخال الكرة من الحد الجانبي من اللاعب عمرو زهران لاعب النادي الأهلي. مايكل تومسون، مايكل تومسون لاعب من قبل في الدوري التركي ولاعب في الدوري الروسي والدوري الفرنسي. محاولة إيهاب أمين، إيهاب، إيهاب وكوري يوبستر، إيهاب أمين ثلاثية، إيهاب أمين لا يسجل، الريباوند على طول بيبو في المتابعة، بيبو على الانطلاق، دولا، 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 كوري يوبستر، كوري يوبستر يبحث عن اختراق، ياسر صالح، ياسر، ياسر بيضغط عليه مايكل تومسون، تمرير دولا، دولا علي تحت الباسكت يقطع هاب أمين قبل ما توصل لياسر، يتوقع التمرير هاب أمين، هجمة مرتدة للنادي الأهلي، هاب أمين على التصويب قصيرة استعجل فيها جدا جدا جدا. محاولة دولا على التصويب ثلاثية، دولا روعة، دولا روعة، أحمد عادل عبد الهادي يسجل ثلاثية يتسع الفارق إلى 8 نقاط. الهجمة للنادي الأهلي، مايكل تومسون، مايكل اختراق وترافلينج مخالفة المشي بالكرة، ترافلينج مخالفة المشي بالكرة على مايكل تومسون لاعب نادي الأهلي، وفي تغيير خرج ياسر صالح والبديل هو ميدو طه. محاولة أجوستي بيقول له يعني هو بيعمل ستوب بيمرر، أنت بتحسبها مخالفة المشي بالكرة؟ قال له هي بتتلعب كده أو ما بتتحسبش كده في الدوري المصري، يمكن في اليورو ليج بتحتسب مخالفة زي في بعض القوانين مختلفة زي دوري الـ NBA. مايكل تومسون، مايكل عدى تمريرة عمرو زهران على التصويب، عمرو زهران وثلاثية يقلص الفارق إلى 5 نقاط. عمرو زهران ثلاثية جديدة من عمرو زهران، يعني يا ريت نتقل شوية بس في الإعادات علشان مش ما بنشوفش الهجمات اللي بيحصل فيها. حداشر ستة في اعتقد هناك خطأ ورمية جانبية نادي الاتحاد، دولا، دولا تمرير، محاولة دولا يبحث عن اختراق، دولا تمريرة، ميدو طه، ميدو، ميدو طه في مواجهة مايكل تومسون، ميدو عدى يخطف منه مايكل يطلع عمرو زهران، عمرو زهران، عمرو زهران اختراق عمرو زهران ويسجل ثنائية ويحصل خطأ ورمية هدفية، خطأ ورمية حرة إضافية لعمرو زهران 11-8. الخطأ الأول على يوسف شوشة، مروان سرحان إلى مقاعد البدلاء. ايضا سمعة اسماعيل احمد يشارك بديلا لعلي محمد. حكام مباراة اليوم فويتش كليسكا البولندي وسامح ستيفانوس الحكم المصري وبوريس كريتش الصربي السلوفيني عفوا. عمرو زهران يسجل رمية إضافية، الفارق يتقلص الى نقطتين 11-9. مصطفى فودة ايضا بديلا لدولا. الهجمة نادي الاتحاد، فودة، سمعة، اسماعيل احمد، بيبو، فودة، مصطفى فودة، ميدو طه، ميدو يطلع سمعة، يضغط على عمرو الجندي، عمرو الجندي اللي دخل بديلا
لمروان سرحان، اختراق سمعة مكانه ثلاثيته لا يسجل، سيف سمير في ريباوند متابعة من سيف سمير، إيهاب أمين يبدأ الهجمة للنادي الأهلي، إيهاب أمين، إيهاب أمين في مواجهة ميدو طه، عدى بسكرين من سيف، اختراق يطلع برة، عمرو الجندي على التصويب ثلاثية قصيرة والمتابعة بيبو، الريباوند أحمد أبو العلا بيبو يسلم على طول لمصطفى فودة صانع ألعاب نادي الاتحاد، ينهي الملعب بسرعة مصطفى فودة، فودة شوشة يوسف شوشة، اختراق بيبو على التصويب مكانه لا يسجل، سمعة في الريباوند تتخطف منه والانطلاق، عمرو زهران، عمرو زهران اتقطعت منه والضغط من لاعبي نادي الاتحاد، ميدو طه، ميدو ميدو، سمعة تتقطع من ميدو بيحاول يمرر لسمعة، إيهاب أمين، إيهاب إيهاب يعكس الملعب، عمرو الجندي، عمرو الجندي اخترق من الاند لاين وفي خطأ على بيبو، دقيقتين خمس ثواني على نهاية الفترة الأولى من المباراة، الخطأ على أحمد أبو العيلة بيبو ورمية جانبية للنادي الأهلي، أحمد مهيب بيشارك في هذه اللحظات بديلا لإيهاب أمين، تغيير للنادي الأهلي، كابتن أحمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد، مهيب مهيب، مايكل تومسون بيضغط عليه فودة، تمريرة سيف سمير، سيف جندي على التصويب، عمرو الجندي ثلاثية غير ناجحة، سيف سمير يحاول عليها ولكن المتابعة من ميدو طه، الانطلاق مصطفى فودة، ميدو طه، يوسف شوشة، يوسف أيضا دخل في هذه اللحظات، هيثم كمال محاولة، هيثم يبحث عن اختراق، هيثم مصطفى فودة، فودة مصطفى فودة حاول يعدي، تمريرة هيثم كمال ثلاثية ينجح في التسجيل والثلاثية يسجل هيثم كمال ثلاثية، الفارق يتسع إلى خمس نقاط، لاعبي نادي الاتحاد بيتميزوا بالتصويب من المسافات البعيدة الثري بوينت، لو مشيت معاهم هتعمل مشكلة كبيرة للنادي الأهلي، محاولة على الأقل في 3-4 لعيبة في الملعب عندهم نسبة ودي ميزة كبيرة طبعا للاعبي نادي الاتحاد، والثلاثية ولكن في خطأ على مصطفى فودة وثلاث رمات حرة لمايكل تومسون، مايكل تومسون وثلاث رمات حرة، كول ويبستر يعود إلى أرض الملعب، مايكل تومسون وثلاث رمات حرة، مايكل يسجل الرمية الأولى 14-10، فريق يتقلص إلى 4 نقاط، مايكل تومسون يسجل الرمية الثانية، أربعتاشر حداشر، يسجل الثالثة 14-12، الفارق يتقلص إلى نقطتين، مايكل تومسون إلى مقاعد البدلاء والبديل هو عمر عزب، الهجمة لنادي الاتحاد، مصطفى فودة يبدأ الهجمة، فودة في مواجهة عمر عزب، مصطفى فودة، كوري ويبستر، كوري ويبستر، كوري يقابله على طول، أحمد إسماعيل أيضا بيشارك وترافلينج مخالفة المشي بالكرة، ترافلينج مخالفة المشي بالكرة على يوسف شوشة، الصفيرة من الحكم البولندي فويتشيك ليسكا، الهجمة للنادي الأهلي عمر عزب في مواجهة مصطفى فودة، عمر عزب بيعدي بالكرة، عمر عزب محاولات اتقطعت منه غريبة جدا، الانطلاق روعة ضغط وقطع على طول، مصطفى فودة سمعة، سمعة تحت الباسكت يا ولد ينجح في التسجيل بخبرة كبيرة، يسجل ثنائية سمعة 16-12، عمر عزب، سيف سمير، سيف يطلع مهيب،
مهيب، مهيب، احمد اسماعيل تحت الباسكت يحاول، احمد اسماعيل يعكس الملعب، عمر عزب اختراق يهرب من الرقابه يسجل ثنائيه. كابتن مرعي متعصب، اتاخر شويه. مصطفى فوده في التغطيه، 16-14. مصطفى فوده، سمعه، الثواني الاخيره من الفتره الاولى، سمعه، كوري اوبستر، كوري اوبستر يبحث عن اختراق، كوري اوبستر، كوري حاول يعدي، سمعه زحلق، اخترق يا ولد على الاختراق بمهاره. اول نقاط كوري اوبستر في المباراه، يخترق ويسجل الثنائيه مع نهايه الفتره الاولى، 18-14 نهايه الفتره الاولى من المباراه، 18-14. بداية تو انطلاق الفترة الثانية في هذه اللحظات، الحيازة للنادي الأهلي مع بداية الكوارتر الثاني، 18-14 لنادي الاتحاد السكندري مع نهاية الفترة الأولى. مهيب يدخل على طول، عمر عزب، عمر، سيف سمير، استلم سيف، عمرو الجندي، نادي الاتحاد بيلعبوا زون ديفنس، دفاع منطقة، مهيب، مهيب يعكس الملعب، الجندي على التصويب، ثلاثية عمرو الجندي قصيرة، متابعة إلى خارج الملعب، ورمية جانبية للنادي الأهلي. حكم يشير برمية جانبية وحيازة للنادي الأهلي. عمر عزب وإدخال للكرة من تحت سلة نادي الاتحاد. عمر، سيف سمير، سيف، ثنائية قصيرة، سمعة في الريباوند، سمعة يطلع، كوري ويبستر، كوري ويبستر، كوري، هيثم كمال، كوري ويبستر، كوري، مصطفى فودة، فودة، سمعة، سمعة حاول يلعب واحد على واحد، يوصل هيثم كمال، هيثم يعدي من احمد اسماعيل، اختراق والمتابعه سمعه في الريباوند، يعكس الملعب، كوري ويبستر ثلاثيه والريباوند على طول عمرو الجندي، الانطلاق، الهجمه للنادي الاهلي، عمرو الجندي في مواجهه يوسف شوشه، جندي، احمد اسماعيل، سمعه، مهيب، عمرو الجندي، عمر عزب، عمر عزب بيطلب سكرين، عايز مساعده واعتراض الكره بالقدم من كوري ويبستر، رمية جانبية وحيازة للنادي الأهلي. تغيير في هذه اللحظات، هيخرج سيف سمير والبديل هو إيهاب أمين، كده أحمد إسماعيل هيلعب كلاعب ارتكاز، وعمرو الجندي هيلعب
في بوزيشن فور او مركز اربعة فورورد، تغيير او روتيشن داخل الملعب. عمر عزب على التصويب، عزب ثلاثية غير ناجحة، سمعة في ريباوند، اسماعيل احمد، مصطفى فودة، الانطلاق الهجمة لنادي الاتحاد، فودة، مصطفى فودة يقف يبص الاول، ينظم صفوف فريقه، سمعة، هيثم كمال، هيثم في مواجهة احمد اسماعيل، هيثم كمال، كوري ويبستر، كوري ويبستر، كوري، سمعة، سمعة، قطعت من سمعة، مهيب حط ايده وقطعها، عمرو الجندي، اختراق عمرو الجندي، عدى بشماله، يسجل الثنائية عمرو الجندي بمجهود فردي، الفاري يتقلص الى نقطتين 18-16. مصطفى فودة يبدا الهجمة لنادي الاتحاد، مصطفى فودة، هيثم كمال، هيثم كمال، سمعة، سمعة، يوسف شوشة، يوسف مع مهيب بيحاول يعدي التمريرة، هيثم كمال فاضي تماما، يصوب لا يسجل هذه المرة، سجل واحدة قبل كده، والمتابعة على طول إيهاب أمين، إيهاب يبدأ الهجمة للنادي الأهلي، إيهاب أمين، إيهاب أمين، محاولة الاختراق، إيهاب أمين مضغوط عليه، وعمر عزب تمريرة، مهيب، مهيب، وفي خطأ على هيثم كمال، في خطأ على هيثم كمال، ورمية جانبية للنادي الأهلي. كابتن مرعي زعلان، يعني الخطأ كان مع آخر ثانية من زمن الهجمة، كان خلاص الحكم هيصفر 24 ثانية. عمر عزب وإدخال الكرة من الحد الجانبي، الهجمة والحيازة للنادي الأهلي، تمريرة، إيهاب أمين، إيهاب أمين يبحث عن اختراق، تمرير، عمر عزب، عمر، أحمد إسماعيل يعكس الملعب، مهيب، 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 ثنائية مهيب، لا يسجل، هيثم كمال في الريباوند، تعود الهجمة لنادي الاتحاد، مصطفى فودة، مصطفى فودة، المباراة بتفتقد للأداء الجمالي نظرا طبعا لحزية المباراة، مباراة هامة جدا، وكوري أوبستر يسجل من جديد في هذه المرة ثنائية، الفرق يعود لأربع نقاط. أمامنا الأستاذ محمد مصلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، والأستاذ حازم الرجال عضو مجلس إدارة والمشرف على كرة السلة، يتابعوا المباراة داخل الملعب. حسن مصطفى، سمعة، سمعة، أحمد إسماعيل يفقد ثنائية سهلة جدا بتمريرة روعة من عمرو الجندي، بيعتذر أحمد إسماعيل، غايب بقاله فترة، الإحساس بالملعب والكرة بعيد، خرج أحمد إسماعيل وخرج مهيب، والبدلاء مايكل تومسون وسيف سمير، تغيير للنادي الأهلي، إيهاب أمين وإدخال الكرة من الحد الجانبي، ميدو طه يشارك في هذه اللحظات لاعب نادي الاتحاد بديلا ليوسف شوشة. إيهاب أمين، مايكل تومسون، عمرو الجندي، مهيب، لا مهيب موجود في الملعب، على الانطلاق اتقطعت على طول سمعة، يطلع ميدو طه، ميدو، فودة، مصطفى فودة، اختراق مصطفى فودة والخطأ على مهيب، الخطأ على مهيب، إبراهيم الجمال يشارك في هذه اللحظات، مصطفى فودة ورميتين حرتين. طبعا من أبرز غيابات النادي الأهلي اليوم غياب محمد أبو النصر اللي بيغيب من المباراة الثانية، بيغيب للإصابة أبو النصر. مصطفى فودة يسجل الرمية الأولى 21-16. مصطفى فودة والرمية الحرة الثانية. يسجل الثانية مصطفى فودة، 6 نقاط الفارق. تغيير، خرج دولة والبديل، عفوا خرج مصطفى فودة والبديل دولة، احمد عادل عبد الهادي، ايهاب امين يبدا الهجمة للنادي الاهلي، ايهاب امين يطلع مايكل تومسون، مايكل، سيف سمير، ابراهيم الجمال، ثلاثية، والمتابعة سمعة، سمعة استلم على طول، دولة الانطلاق يطلع لونج باس، كوري ويبستر، كوري ويبستر، كوري، سمعة في مواجهة عمرو الجندي، اخترق من الاند لاين، وصل للباسكت، ميدو طه، ميدو يعبد على طول، ايهاب امين، دولا،
احمد عادل عبد الهادي دولا مهاري دولا حاول يعدي اخترق تمريره يعكس الملعب ميدو طه كاد ان يسجل لفت على الحلقه ايهاب امين في الريباوند ايهاب وفي خطا على دولا بيعتذر في خطا على دولا ورميه جانبيه والحيازه للنادي الاهلي إيهاب أمين وإدخال الكرة من الحد الجانبي محاولة سيف سمير سيف إيهاب أمين إيهاب عمرو الجندي على التصويب الثلاثية من عمرو الجندي الغير مراقب تماما عمرو الجندي يسجل ثلاثية يقلص الفارق إلى ثلاث نقاط 22-19 دولا يبدأ الهجمة نادي الاتحاد هيثم كمال هيثم سمعة دولا في مواجهة إبراهيم الجمال كابتن وقائد النادي الأهلي في الملعب كوري ويبستر مضغوط عليه هيثم كمال تمرير ميدو طه سمعة على التصويب سمعة ثلاثية غير ناجحة مع آخر ثانية من زمن الهجمة عمرو الجندي في الريباوند إيهاب أمين عدى اخترق إيهاب أمين وبشماله جوه الباسكت ثنائية الفاري يتقلص إلى نقطة 22-21 فاري يتقلص إلى نقطة دولا يبدأ الهجمة نادي الاتحاد هيثم كمال سمعة دولا كوري في مواجهة مايكل تومسون يعكس الملعب هيثم كمال ثلاثية هيثم كمال والخطأ على سيف سمير الخطأ وثلاث رميات حرة لهيثم كمال أربع دقائق 42 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الأول 22 نادي الاتحاد 21 نادي الأهلي وثلاث رميات حرة للكابيتانو هيثم كمال بيفقد الرمية الأولى هيثم كمال ورمى الثانية يسجل الثانية 23-21 يفقد الثالثة هيثم كمال سجل واحدة من ثلاثة على الكرة والهجمة للنادي الأهلي مايكل تومسون يبدأ الهجمة دولا يضغط عليه دولا إيهاب أمين تحت الباسكت يا ولد على التمريرة روعة التمريرة وسيف سمير يفقد ثنائية سهلة جدا روعة التمريرة من إيهاب أمين ضرب بيها دفاع نادي الاتحاد والانطلاق سمعة هيثم كمال وإيهاب أمين يقطع قبل ما توصل الكرة لهيثم رمية جانبية لنادي الاتحاد وهيدخل الكرة من تحت سلة نادي الأهلي خرج هيثم كمال والبديل هو بيبو أيضا تغيير للنادي الأهلي خرج سيف سمير والبديل هو أحمد إسماعيل كوري يوبستر على التنفيذ ورمية جانبية وإدخال الكرة من تحت سلة النادي الأهلي كوري دولا استلم دولا في مواجهة إبراهيم الجمال ميدو طه عدى بمهارة اخترق من المنتصف سمعة روعة التمريرة من سمعة وبيبو روعة جوه الباسكت عمل فيك لهاب أمين ويسجل ثنائية يتسع الفرق لأربع نقاط 25-21 مايكل تومسون يبدأ الهجمة للنادي الأهلي إبراهيم الجمال تومسون مايكل تومسون أخذ قرار التصويب ثلاثية لا يسجل سمعة في الريباوند بيبو الانطلاق يطلع على طول ميدو طه عدى بسكرين من سمعة ميدو دولا سمعة يعكس الملعب ميدو كوري ويبستر يا ولد ينجح في التسجيل كوري ويبستر وثلاثية يتسع الفارق في هذه اللحظات إلى سبع نقاط لنادي الاتحاد 28-21 والتايم أوت وقت مستقطع في هذه اللحظات
لأجوستي جولبي المدير الفني للنادي الأهلي بعد اتساع الفارق إلى 7 نقاط، 3:21 على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الأول من المباراة. انتهى التايم اوت والهجمه والحيازه للنادي الاهلي. الجمال يدخل الكره على طول مايكل تومسون، يبدا الهجمه للنادي الاهلي. تومسون جندي مايكل تومسون نادي الاتحاد ما زال في حاله زون ديفنس، دفاع منطقه، لان لاعبي النادي الاهلي ما عندهمش خطوره حتى الان في التصويب، فما فيش داعي يلعبوا دفاع مان تو مان، يلعبوا زون ديفنس. النادي الاهلي اعتقد سجلوا تصويبه ثلاثيه واحده لعمرو الجندي على مدار 17 دقيقه. مايكل تومسون ويتخيل الكره، يدخل على طول محاوله عمرو الجندي على التصويب، ثلاثيه غير ناجحه. بيبو في الريباوند، بيبو يطلع على الانطلاق، ميدو طه، ميدو دولا، سمعه سمعه، كوري اوبستر استلم، كوري كوري بيضغط عليه مايكل تومسون، كوري كوري يعكسم ملعب سمعه، سمعه ثلاثيه بعيده، بيحاول سمعه يصوب قبل نهايه زمن الهجمه، تصويبه غير متقنه. سمعه بيقول اعمل ايه، بصوب خلاص الوقت هيخلص، كان لازم ياخد القرار وياخد الريسك، كده كده كان زمن الهجمه هينتهي. الهجمة للنادي الأهلي، مايكل تومسون، الجمال، مايكل تومسون، إيهاب أمين، إيهاب، مايكل تومسون، عمرو الجندي، مايكل، إيهاب أمين، إيهاب، يقابلوا سمعة، أحمد إسماعيل تحت الباسكت، يعكسم ملعب، مايكل تومسون، تومسون عدى بسكرين، إيهاب أمين، إيهاب، عمل فيك والتصويب، ثلاثية قصيرة، وعمرو الجندي في المتابعة، يسجل عمرو الجندي ثنائية. ويحصل على خطأ ورمية حرة إضافية، يهرب من رقابة عمرو الجندي وعلى طول من أمام بيبو يعمل المتابعة، أدي العادة يهرب من رقابة، مفيش بوكسنج أوت، مفيش تحجيز للدفاع عن الكرة في الريباوند، يسجل نقطتين وثنائية ويحصل على خطأ ورمية إضافية. خرج إيهاب أمين والبديل هو عمرو زهران، رمية حرة إضافية لعمرو الجندي. خرج بيبو والبديل هو علي محمد، تغيير ايضا لنادي الاتحاد. عمرو الجندي ورميه حره هدفيه، الجندي يصوب ويسجل الرميه الاضافيه، الفارق يتقلص الى 4 نقاط، 28-24. دولا يطلع على طول سمعه، سمعه، علي محمد، دولا، دولا في مواجهه الجمال، دولا، سمعة، 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 علي، علي محمد، سمعة تحت الباسكت، سمعة، سمعة، علي، تتقطع، أحمد إسماعيل يقطع، يسلم على طول مايكل تومسون، مايكل، مايكل تومسون يبدأ الهجمة للنادي الأهلي.
تومسون عدى بسكرين من اسماعيل، محاولة يطلع على طول الجمال يعكس الملعب، عمرو زهران سمعة تحت الباسكت احمد اسماعيل وروع على الهجمة، تمريرة من عمرو زهران لاحمد اسماعيل الغير مراقب، استلم ويسجل ثنائية، الفريق يتقلص الى نقطتين 28-26، خمس نقاط متتالية من النادي الاهلي، يتقلص الفارق من 7 نقاط الى 5 نقاط، وهناك تايم اوت لكابتن احمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد بعد ان هبط الاداء نسبيا من جانب لاعبي نادي الاتحاد. كابتن احمد مرعي في تايم اوت في محاولة لاعادة الامور الى مسارها من جديد. 28-26 انتهى تايم اوت، متبقي دقيقة 30 ثانية على نهاية الفترة الثانية والشوط الأول. 28 نادي الاتحاد السكندري، 26 النادي الأهلي في المواجهة الثالثة اللي بتجمع بين الفريقان في نهائي دوري السوبر لهذا الموسم. 5 مواجهات ستجمع بين الفريقان، الفريق اللي يستطيع الفوز في 3 مباريات سيتوج بطلا لهذا الموسم. تعادل الفريقان في أول مواجهتين، نادي الاتحاد فاز في المباراة الأولى، النادي الأهلي فاز في المباراة الثانية. اليوم هي المواجهة الثالثة بين الفريقين، وحتى الآن نادي الاتحاد السكندري متفوق 26-28. دولا ميدو طه، ميدو علي على التصويب، علي ثلاثية، علي والكرة طلعت فوق، الكرة حظ وحش علي، الكرة طلعت عدت البورد ورجعت دخلت في السلة، الحكم بيلغيها، تحتسب اوتسايد. 28-26 لو كانت الكرة طلعت افقي ونزلت في السلة تحتسب، ولكن هي عدت البورد ورجعت تاني، حكم يحتسبها او يلغي الثلاثية. الجمال يطلع احمد اسماعيل على التصويب، احمد اسماعيل اول تقدم للنادي الاهلي في المباراة، 29-28 اول تقدم للنادي الاهلي بعد مرور 19 دقيقة تقريبا بثلاثية احمد اسماعيل، تقدم بفارق نقطة للنادي الاهلي 29-28. سمعة دولا، كوري دولا على التصويب، دولا روعة، دولا على طول يسجل ثلاثية، أحمد عادل عبد الهادي دولا وثلاثية، ينجح في التسجيل ويعيد التقدم سريعا لنادي الاتحاد 31-29. مايكل تومسون بيحاول يعدي، اخترق مايكل وفي خطأ، في خطأ لمايكل تومسون، الخطأ على اسماعيل أحمد. خطا على سمعة، خرج سمعة والبديل هو هيثم كمال. تايم اوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات لأغوستي جولبي المدير الفني للنادي الاهلي. 13 ثانية و7 اجزاء من 10 من الثانية على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الاول. تايم اوت للنادي الاهلي، وهناك رميتين حرتين لمايكل تومسون، نشوف هل هناك رميتين حرتين ولا رمية جانبية.
انتهى التايم اوت ورمية جانبية للنادي الاهلي، مفيش رميتين خرطين، لم يرتكب نادي الاتحاد اربع اخطاء في الفترة الثانية، رمية جانبية وادخال الكرة من تحت سلة نادي الاتحاد، 14 ثانية تقريبا على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الاول، مايكل تومسون وادخال الكرة من الحد الجانبي، مايكل تومسون يطلع على طول، ابراهيم الجمال استلم، عمرو زهران، عمرو زهران الثواني الأخيرة، عمرو زهران اختراق، عمرو زهران والخطأ على علي محمد، خطأ ورميتين خرطين، خطأ على علي، رميتين خرطين لعمرو زهران، أربع ثواني تقريبا على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الأول، تغيير سيخرج إيهاب أمين وهيدخل أحمد إسماعيل عشان الريباوند عشان المتابعة، لو عمرو ضيع يعمل متابعة، أيضا تغيير نادي الاتحاد دخل بيبو علشان أيضا يعمل ريباوند في الدفاع لو عمرو زهران ضيع، عمرو زهران ورميتين خرطين، يسجل عمرو زهران الرمية الأولى، 31-30 فريق يتقلص إلى نقطة، عمرو زهران يسجل الثانية، تعادل 31-31 والتايم اوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات لكابتن احمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد، متبقي 5 ثواني و5 أجزاء من 10 على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الاول، تايم اوت لنادي الاتحاد، انتهى التايم اوت 5 ثواني و5 أجزاء من 10 من الثانية على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الأول، تعادل الفريقان 31-31، الكرة والحيازة نادي الاتحاد، هل يستطيع نادي الاتحاد التسجيل في آخر 5 ثواني؟ لاعبي الأهلي بيضغطوا من أول الملعب، ابراهيم الجمال لفت نظر الحكم على حاجه معينه، هنشوف امامنا الحكم البولندي فويتشيك ليسكا، ادخال الكرة، كوري يوبستر دولا، دولا سريع هيعدي دولا وخطأ من عمرو زهران، دولا بيقول له اهدى شوية يا عمرو، ضغط عليه بقوة، بيعتذر له عمرو زهران، رمية جانبية من جديد لنادي الاتحاد،
مشاهدي متابعي قنوات تاون تايم سبورتس في كل مكان الى مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينه 6 اكتوبر بدايه وانطلاق الشوط الثاني مباراه نادي الاتحاد السكندري والنادي الاهلي في المواجهه الثالثه اللي بتجمع بين الفريقان في نهائي دوري السوبر هذا الموسم. اول مواجهتين فاز نادي الاتحاد في المواجهه الاولى والنادي الاهلي فاز في المواجهه الثانيه، اليوم هي المواجهه الثالثه. انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقان 31-31. اتقطعت من يوسف شوشه، ايهاب امين رايح، ايهاب امين يوصل للباسكت وبشماله جوه الباسكت ثنائيه، اول تقدم اول نقاط الشوط الثاني. ايهاب امين يتقدم للنادي الاهلي 33-31. هيثم كمال الشوط الاول انتهى 31-31 في اداء كان متوسط من كلا لاعبي الفريقين. مباراه طبعا فيها حذر كبير، مباراه محوريه، اللي هيفوز بيها هيتقدم 2-1، هيبقى عنده دفعه لحسم اللقب في المباراه القادمه، لذلك في حذر كبير من الفريقين وفي خطا. حكم يحتسب خطا على هيثم كمال، خطا لايهاب امين. ادخال الكره من تحت سله نادي الاتحاد. اغوستي جوبي المدير الفني للنادي الاهلي يتابع يترقب. عمرو زهران استلم في مواجهه كوري اوبستر، مايكل تومسون، مايكل في المواجهه المعتاده مع دولا، مايكل ودولا، عدى مايكل مضغوط عليه يطلع، محاوله عمرو زهران يعكس الملعب، مروان سرحان، مروان اختراق قصيره والمتابعه، صراع عمرو زهران يخطف الكره ويسجل ثنائيه، يعمل المتابعه عمرو زهران ويسجل نقطتين للنادي الاهلي، اربع نقاط الفرق 35-31. دولا يبدا الهجمه لنادي الاتحاد، احمد عادل عبد الهادي، دولا، كوري ويبستر، كوري ويبستر اللي غاب في المباراه الثانيه للاصابه، كوري ويبستر ومروان سرحان، كوري، كوري ومروان، كوري يخترق في الزحمه، يوسف شوشه ثلاثيه بعيده المدى، يوسف شوشه يا ولد ينجح في التسجيل، يوسف شوشه وثلاثيه بعيده المدى، يقلص الفارق الى نقطه 35-34. مايكل تومسون، مايكل، مايكل والخطا على دولا، الخطا على دولا، رمي جانبيه للنادي الاهلي، عمرو زهران وادخال الكره من الحد الجانبي، مايكل تومسون في مواجهة دولا، مايكل تومسون، زهران، عمرو زهران يخترق من المنتصف يطلع، ايهاب امين عمل فيك التصويب ثلاثية ينجح في التسجيل، ايهاب امين وثلاثية للنادي الاهلي، ثلاث نقاط من ايهاب امين يعيد الفارق الاربع نقاط، يرد على طول على يوسف شوشة 38-34. علي محمد، هيثم كمال، دولا، دولا، يوسف شوشة، شوشة في مواجهة ايهاب امين، اختراق يوسف، هيثم كمال في الاند لاين اخترق تحت الباسكت يحاول، قصيرة، علي في المتابعة، علي، روعة علي محمد، روعة علي، يسجل ثنائية ويحصل على خطأ ورمية إضافية، علي دخل في المتابعة في التوقيت السليم، عمل المتابعة يسجل نقطتين ادي العادة، والخطأ موجود على مروان سرحان، نشوف الحكم احتسب على الخطأ على مروان سرحان ولا ايهاب امين، رمية إضافية لعلي. علي محمد ورميتين حرتين. يفقد الرمية الإضافية والمتابعة الدفاعية وريباوند عمر طارق، يسلم على طول مايكل تومسون، مايكل، مايكل ودولا، مايكل، إيهاب أمين، إيهاب أمين حاول يعدي إيهاب، ضغط من لاعبي نادي الاتحاد، إيهاب يعكس الملعب، مروان سرحان عدى، اخترق مروان، دخل في الزحمة والمتابعة على طول و24 ثانية
24 ثانية ينتهي زمن الهجمة، ودفاع قوي وناجح من لاعبي نادي الاتحاد. الهجمة والحيازة لنادي الاتحاد. مصطفى فودة بديلا لدولا. فودة، سمعة، سمعة، علي محمد، تمرير، يوسف شوشة، يوسف، يوسف شوشة، عدى، اخترق، وصل في الزحمة، وخطأ ورميتين حرتين. الخطأ ورميتين حرتين ليوسف شوشة. الخطأ على إيهاب أمين، صافرة من الحكم البولندي فويتشيك لاسكا. ثمانية وثلاثين، ستة وثلاثين، رميتين حرتين يوسف شوشة. يفقد الرمية الأولى يوسف. يوسف شوشة ورمى الحرة الثانية. يسجل الثانية. الفريق يتقلص إلى النقطة. 38 37 مايكل تومسون بيضغط عليه مصطفى فودة. عمرو زهران، عمرو زهران يعكس الملعب. مروان سرحان دخل في البلوك لسمعة على طول. روعة البلوك من سمعة. علي تتقطع من علي. إيهاب أمين، إيهاب أمين، اختراق وسلام دانك. إيهاب أمين تتقطع الكرة من لاعبي نادي الاتحاد، وإيهاب أمين جوه الباسكت يعيد الفرق والتقدم إلى ثلاث نقاط للنادي الأهلي. مصطفى فودة، سمعة، علي، فودة، مصطفى فودة، شوشة، كوري ويبستر. كوري ويبستر على التصويب ثلاثية غير ناجحة، والريباوند من إيهاب أمين. إيهاب يبدأ الهجمة للنادي الأهلي. إيهاب أمين عايز يلعب واحد على واحد. إيهاب أمين، إيهاب، مروان سرحان، مايكل تومسون. تومسون بيضغط عليه مصطفى فودة. محاولة، مايكل عدى، يصوب لا يسجل، وسمعة في الريباوند، يطلع علي محمد. الانطلاق، فودة، مصطفى فودة، فودة، يوسف شوشة، شوشة، شوشة مضغوط عليه، تمريرة سمعة، شوشة، يوسف تحت الباسكت يوصل، يعكس الملعب، مصطفى فودة ثلاثية غير ناجحة. عمرو زهران الانطلاق، الهجمة للنادي الأهلي. عمرو زهران، عمرو زهران، والحكم يحتسب ترافلينج، مخالفة المشي بالكرة، مخالفة المشي بالكرة على عمرو زهران. ارتداد مصطفى فودة بسرعة خلى عمرو زهران ضرب لخمة كده وعمل ووك. رجع بسرعة مصطفى يغطي. 40-37. مصطفى فودة يبدأ الهجمة لنادي الاتحاد. هيثم كمال، سمعة، سمعة، مصطفى فودة. فودة دخل ميدو طه في هذه اللحظات، وفي اوفنسيف فاول. خطأ على المهاجم على سمعة. خطأ السكرين على اسماعيل احمد. اوفنسيف فاول. رمية جانبية والحيازة للنادي الاهلي. عمرو الجندي يشارك في هذه اللحظات، وادخال الكرة من الحد الجانبي. عمرو الجندي، مايكل تومسون يبدأ الهجمة للنادي الأهلي. مايكل تومسون في مواجهة مصطفى فودة. تومسون، زهران، عمرو زهران يسلم الجندي. عمرو الجندي يضغط عليه سمعة. سمعة وعمرو الجندي، سمعة والجندي، اختراق، يصوب، قصيرة وتصطدم. خلاص 24 ثانية، لكن الحكم بيمشي اللعب. الريباوند من هيثم كمال. انطلاق كوري ويبستر. كوري، سمعة تحت الباسكت،
سمعة يقابل على طول عمرو الجندي، يطلع من جديد لكوري يوبستر. كوري عد بسكرين، عد عكس السكرين. كوري، كوري على التصويب وثلاثية غير ناجحة. هيثم كمال في المتابعة في الريباوند، هيثم كمال والخطأ موجود، الخطأ موجود على اعتقد عمرو الجندي، اعتقد خطأ على عمرو الجندي. ورمية جانبية لنادي الاتحاد. خرج عمر طارق والبديل هو سيف سمير. ثلاث نقاط الفارق، 40 النادي الاهلي، 37 نادي الاتحاد. سمعة استلم على طول وترافلينج مخالفة المشي بالكرة على اسماعيل احمد. رمية جانبية وحيازة للنادي الاهلي. مايكل تومسون، مايكل تومسون محترف النادي الاهلي في مواجهة مصطفى فودة. يعدي مايكل تومسون، تومسون مضغوط عليه دبل تيم، يطلع محاولة تحت الباسكت. روعة التمريرة وسلام دانك، روعة التمريرة من إيهاب أمين وسلام دانك من سيف سمير. يتسع الفارق إلى خمس نقاط، 42-37. ميدو طه، ميدو يبحث عن اختراق. ميدو في مواجهة سيف سمير، ميدو خطير، عدى ميدو وخطأ على سيف سمير. ورميتين حرتين، القرار سليم، خطأ على سيف ورميتين حرتين لميدو طه. ميدو طه يسجل، ميدو الرمية الأولى، يقلص الفارق الأربع نقاط. ميدو طه يسجل الرمية الثانية، يقلص الفارق إلى ثلاث نقاط، 42-39. أحمد مهيب يعود في هذه اللحظات لأرض الملعب بديلا لعمرو زهران. تغيير للنادي الأهلي والهجمة والحيازة للنادي الأهلي. عمرو الجندي يطلع على طول، مهيب استلم يسلم مايكل تومسون. مايكل، عمرو الجندي، عمرو الجندي في مواجهة سمعة. عمرو الجندي وسمعة اخترق والتمريرة، مهيب من الاند لاين ثلاثية. مهيب والمتابعة سيف سمير، سيف وفي خطأ ورميتين حرتين. اعتقد الكرة طلعت فوق البورد. يا ريت نشوف الإعادة، اعتقد ان الكرة طلعت فوق البورد، الحكم بيشرح لهم حاجة. هنشوف الإعادة. ادي مهيب، الحكم يحتسب رميتين حرتين. هو قانونيا لو الكره يعني جزء منها عدى ورا البورد تحتسب رميه جانبيه، ولكن الحكم اعتقد اشارته بتقول ان الكره لمست يعني طرف البورد او الحز من الداخل ونزلت تاني. سيف سمير، شكرا لمخرجنا الكبير محمد نصر على الاعاده. 44-39. مصطفى فوده يبدا الهجمه النادي الاتحاد. مصطفى فوده، كوري اوبستر، خمس نقاط الفارق. كوري يهرب من الرقابه، يطلع وترافلينج مخالفه المشي بالكره على كوري اوبستر لاعب نادي الاتحاد. ورميه جانبيه وحيازه للنادي الاهلي. تغيير في هذه اللحظات، كوري اوبستر الى مقاعد البدلاء، والبديل هو مصطفى، هو يوسف شوشه عفوا، البديل يوسف شوشه. مايكل تومسون وادخال الكره من الحد الجانبي. عمرو الجندي يبدا الهجمه للنادي الاهلي. الجندي بيبدا الهجمه وبيقوم بدور صانع اللعب البوينت جارد. محاوله الجندي، عمرو الجندي يعكس الملعب. مهيب، مهيب، جندي، عمرو الجندي اخترق بشماله على عدلته، والبلاك شوت موجود من هيثم كمال. روعه، خبره كبيره هيثم، تتقطع من يوسف شوشه، يطلع مايكل تومسون. مايكل
مايكل مهيب مهيب وترافلينج مخالفة المشي بالكرة مخالفة المشي بالكرة على مهيب في استعجال من كلا لاعبي الفريقين. المباراة أقل من متوسطة فنيا يعني بعد مرور تقريبا 27 دقيقة والسكور ضعيف 44-39 ضعيف جدا على مباراة كبيرة في حدث كبير بين فريقان كبيران. زي ما قلت حضراتكم هي مباراة محورية لذلك أعصاب مشدودة في توتر شوية. مصطفى فودة الفريقان متعادلين 1-1 في أول مبارتين اللي هيفوز النهاردة يتقدم 2-1. اختراق يا ولد يا ميدو على الاختراق والمتابعة بيبو يحاول بيبو تحت الباسكت لا يسجل. إيهاب أمين في الريباوند إيهاب أمين يطلع إيهاب أمين عمرو الجندي عمرو الجندي عمرو الجندي في مواجهة هيثم كمال عمرو الجندي لإيهاب أمين إيهاب أمين يحاول يعدي أخذ قرار التصويب وثلاثية روعة إيهاب أمين يسجل إيهاب أمين ثلاثية يزيد على الفارق في هذه اللحظات إلى 8 نقاط للنادي الأهلي. هذه العادة عمل فيك وعمل يعني باك ستيب كده يرجع يهرب من الدفاع من هيثم كمال ويسجل. طبعا في الكوره اللي كان عليها الجدل اللي طلعت فوق البورد اللي اخذ سيف سمير رميتين حرتين. طبعا الكوره لو لمست الحز بتاع البورد او اللوحه من فوق ده يعتبر في اطار الملعب، لكن الكوره لو لمست الساعه اللي موجوده فوق الحلقه تعتبر اوتسايد. الكوره ما لمستش الساعه، الحكم بيشرح لهم بيقول لهم الكوره جت على البورد ما لمستش الساعه. بشكر الحكم المصري احمد شوقي اللي مدينا طبعا بالتفاصيل والقانون. محاولة وانطلاق الهجمة لنادي الاتحاد. ميدو طه ميدو ميدو مصطفى فودة فودة يطلع على طول يوسف شوشع يوسف شوشع تحت الباسكت بيبو قصيرة بيبو هيثم كمال في المتابعة. هيثم كمال يا ولد بخبرة السنوات الطويلة يسجل هيثم كمال ثنائية يقلص الفارق إلى 6 نقاط. مايكل تومسون مايكل تومسون عمرو الجندي الجندي يطلع لمهيب إيهاب أمين إيهاب الجندي يا ولد على التمريرة من جديد إيهاب أمين ثلاثية لا يسجل والجندي في المتابعة يحاول هيثم كمال يقتنص الكرة يطلع على طول مصطفى فودة يبدأ الهجمة لنادي الاتحاد. مصطفى فودة ميدو طه ميدو ميدو عدى بسكرين من بيبو ميدو بيبو ميدو طه ميدو اخترق من المنتصف ميدو يطلع مصطفى فودة فودة تمريرة بيبو يضغط عليها إيهاب أمين إلى خارج الملعب. متبقي تقريبا 4 ثواني على نهاية زمن الهجمة 4 ثواني على نهاية زمن الهجمة ورمية جانبية وحيازة لنادي الاتحاد. رمية جانبية تمريرة يوسف شوشة يوسف اختراق تحت ضغط لا يسجل والمتابعة على طول عمرو الجندي تعود من جديد وفي إصابة في إصابة ليوسف شوشة
شاء الله بسيطة. هل هناك كدمة؟ هنشوف. إن شاء الله بسيطة. يوم يوسف ويكمل بإذن الله. سلامات يوسف. طبعا مهيب ويوسف شوشة من أبناء نادي سبورتنج، لعبوا مع بعض سنوات طويلة في نادي سبورتنج سواء في مرحلة الناشئين أو في مرحلة الدرجة الأولى. مهيب لاعب النادي الأهلي ويوسف شوشة لاعب نادي الاتحاد. يعني إشارة يوسف هو خارج مش هيقدر يكمل، أعتقد يعني شكلها كده بيقولوا في مزق أو شد قوي، إشارته بيقول إن هو مش هيقدر يكمل. 47-41، 6 نقاط الفارق. الهجمة للنادي الأهلي، مهيب استلم، مهيب دخل لياسر صالح بديلا ليوسف شوشة. مهيب، مايكل تومسون بيضغط عليه مصطفى فودة. مايكل عدى، اختراق يطلع على طول، عمر عزب على التصويب، ثلاثيه غير ناجحه، والريباوند على طول من بيبو، متابعه دفاعيه من بيبو. ميدو طه يبدا الهجمه لنادي الاتحاد. مصطفى فوده، تمرير ياسر صالح، ميدو طه، ميدو طه يبحث عن اختراق، يطلع بره بيقابل عمرو الجندي، عدى بمهارته والتصويبه من امام سيف، والريباوند مهيب. المتابعة سمعة، أسطورة كرة السلة المصرية إسماعيل أحمد على مقاعد بدلاء. مايكل تومسون مع آخر ثانية من زمن الهجمة يصوب، وفي هذه اللحظات بينتهي الكوارتر الثالث. 47 النادي الأهلي، 41 نادي الاتحاد السكندري، بفارق 6 نقاط للنادي الأهلي. لحظات وثواني مشاهدينا متابعينا في كل مكان، وتنطلق أحداث الفترة الرابعة من المباراة، فلا تذهبوا بعيدا. بداية وانطلاق الفترة الرابعة، الهجمة والحيازة للنادي الأهلي مع انطلاق الكوارتر الرابع. 6 نقاط الفارق للنادي الأهلي، 47-41. الفترة الثالثة شهدت إصابة يوسف شوشة لاعب نادي الاتحاد اللي خرج مصاب في آخر الكوارتر الثالث. مايكل تومسون دولة بيضغط عليه، محاولة ضغط على طول، يا ولد قطعت، ضغط رائع من ميدو، طلع على طول مرة ثانية. مهيب، عمرو زهران،
مايكل تومسون، مايكل في مواجهة هيثم كمال، مايكل اخترق، سيف سمير، سيف عمر عزب على التصويب، ثلاثية غير ناجحة، هيثم كمال في ريباوند والحكم يحتسب خطأ غير رياضي، أنا سبورتسمان لايك فاول على دولا، خطأ غير رياضي على دولا. دولا في المباراة الثانية أخذ اثنين تكنيكال فاول وراء بعض واستبعد من المباراة، الحكم يحتسب عليه أنا سبورتسمان لايك فاول ضد عمرو زهران. هنشوف الإعادة، نشوف الاحتكاك تحت الباسكت في الإعادة، رميتين واستحواذ للنادي الأهلي. هنشوف القرار في تداول او في حوار بين حكام المباراه، هل هيلجا الحكم للفيديو؟ حكم هيرجع للفيديو. هل حكم يحتسب خطأ عادي أو خطأ غير رياضي؟ هنشوف ما هو القرار. حكم بيرجع للعبة اللي تحت الباسكت، الاحتكاك اللي حصل بين دولا وعمرو زهران. لو نقدر نجيب آخر هجمة والاحتكاك اللي تحت الباسكت. كابتن أحمد مرعي يتابع يترقب في انتظار قرار حكم المباراة وبعض التعليمات للاعبين. هنشوف ما هو القرار في نهاية الأمر من حكم المباراة. بالفعل حكم بيأكد القرار، رميتين واستحواذ على أحمد عادل دولا، أنا سبورتسمان لايك فاول، خطأ غير رياضي، رميتين لعمرو زهران وحياز أيضا للنادي الأهلي. عمرو زهران ورميتين حرتين، يسجل عمرو الرمية الأولى، 48-41، 7 نقاط الفارق. يسجل الثانية، 8 نقاط الفارق وما زالت الهجمة والحيازة للنادي الأهلي. ادخال الكرة من الحد الجانبي، مايكل تومسون على التنفيذ، مايكل تومسون يسلم سيف سمير، سيف سمير يضغط عليه بيبو، سيف سمير وبيبو يطلع مهيب، عمر عزب، عزب في المنتصف، عمر يعكس الملعب، مهيب على التصويب، ثلاثية قصيرة والمتابعة من كوري يوبستر، الانطلاق، محاولة والهجمة لنادي الاتحاد، مصطفى فودة، فودة كوري يوبستر، ميدو طه، ميدو هيثم كمال، مصطفى فودة عدى بسكرين من بيبو، تمريره ميدو طه، الثنائيه لعبته يا ولد، لعبته، اخترق على طول يعلي الكوره فوق سيف علشان يسجل نقطتين لنادي الاتحاد، الفريق يتقلص الى 6 نقاط، 49-43. مايكل تومسون قطعت منه الانطلاق، كوري يوبستر، كوري وخطا، ورميتين حرتين، رميتين حرتين لميدو طه. ميدو طه ورميتين حرتين.
ميدو طه ورميتين حرتين. يفقد رمى الأولى ميدو بيعاتب نفسه. ميدو طه والرمى الحرة الثانية. يسجل رمى الثانية. الفاري يتقلص إلى 5 نقاط في هذه اللحظات. محاولة عمر عزب استلم. عمر عزب في مواجهة كوري أوبستر. عمر عزب ضغط على طول على عمر تمريرة واعتراض الكرة بالقدم من هيثم كمال. ادخال الكرة من الحد الجانبي والهجمة والحيازة للنادي الأهلي. عمرو زهران استلم. عمرو زهران رايح واحد على واحد. تمريرة مهيب تحت الباسكت مقطوعة. كان عايز يمرر تحت الباسكت لسيف سمير. لاعبي نادي الاتحاد عاملين زحمة تحت الباسكت مقفلين. رمية جانبية للنادي الأهلي. أجوستي جولبي. محاولة عزب على التصويب. عزب وفي خطأ على ميدو طه. خطأ وثلاث رميات حرة لعزب. خرج أحمد مهيب والبديل هو عمرو الجندي. تغيير للنادي الأهلي. عمر عزب وثلاث رميات حرة. يسجل الرمية الأولى عمر عزب. 50-44 6 نقاط الفارق. عزب يفقد الرمية الثانية. يسجل الثالثة. يبقى سجل 2 من 3. الفارق يعود إلى 7 نقاط للنادي الأهلي. 51-44 يعود إيهاب أمين إلى أرض الملعب في هذه اللحظات. والبديل هو مايكل تومسون. الهجمة لنادي الاتحاد كوري أوبستر وإدخال الكرة من تحت السلة. كوري هيثم كمال لكوري. كوري يطلع على طول الانطلاق. بيبو مصطفى فودا يبدأ الهجمة لنادي الاتحاد. بعد الكرة معدت نص الملعب. هيثم كمال. هيثم بيبو. أحمد أبو ليلى بيبو. ميدو طه. ميدو تمريرة. كوري وبستر على التصويب. ثلاثية غير ناجحة. فالمتابعة يطلع على طول والانطلاق روعة. عمر عزب إيهاب أمين ويسجل الثنائية. عمر عزب دي سلة. عمر عزب يعني من كل ميتة بيحييها وبيعمل أسيست في نفس الوقت لإيهاب أمين اللي بيسجل الثنائية. يتسع الفارق الى 9 نقاط للنادي الاهلي. بيبو احمد ابو العيلة. بيبو يسلم على طول لكوري اوبستر. كوري يعكس الملعب. مصطفى فودا اخترق من المنتصف. فودا والقرار سليم في خطا في لطشه كده من عمر عزب من تحت. شافها الحكم ويحتسب خطا ورميتين حرتين لمصطفى فودا. انا شفتها للامانه في لطشه من تحت كده. كان عمر متوقع انها تعدي على الحكم. خرج هيثم كمال والبديل هو اسماعيل احمد. ورميتين حرتين لمصطفى فودا صانع العاب نادي الاتحاد السكندري. 9 نقاط الفارق للنادي الاهلي. 7 دقائق 24 ثانية على نهاية المباراة. في تغيير لنادي الاتحاد. خرج كوري أوبستر والبديل هو دولا. مصطفى فودا ورميتين حرتين. يسجل مصطفى الرمية الأولى. 53-45 8 نقاط الفارق. مصطفى فودا والرمية الحرة الثانية. يسجل الثانية فودا. 7 نقاط الفارق.
عمرو زهران يسلم على طول عمرو الجندي اللي هيطلع بالكورة. عمرو الجندي بيضغط عليه سمعة. سمعة وعمرو الجندي. إيهاب أمين استلم. إيهاب أمين. إيهاب. عمرو زهران. زهران حاول يعدي اتقطعت منه. يقطع دولة يتوقع. دولة مضغوط عليه. دولة يطلع بيبو. دولة الهجمة النادي الاتحاد. دولة مصطفى فودة. ميدو. ميدو طه. ميدو يضغط عليه إيهاب أمين بيضغط. إيهاب يطلع. دولة. دولة. ميدو طه يصوب مع آخر ثانية قصيرة. دفاع قوي من لاعبي النادي الأهلي. إيهاب أمين يبدأ الهجمة للنادي الأهلي. ميدو طه كان بيصوب طبعا بسرعة قبل نهاية الـ 24 ثانية. إيهاب أمين بيقوم بدور صانع اللعب في هذه الهجمة. إيهاب أمين. إيهاب أمين. إيهاب أمين تمريرة تحت الباسكت عمرو الجندي. الجندي بشماله. روعة عمرو الجندي بشماله. عمل هوك شوت يخطف ثنائية. يتسع الفارق من جديد إلى 9 نقاط للنادي الأهلي. هذه العادة بيعلي الكرة عمرو الجندي بسنس عالي كده عشان يهرب من البلوك من سمعة. يسجل لنقطتين. يتسع الفارق إلى 9 نقاط للنادي الأهلي. 6 دقائق 20 ثانية تقريبا على نهاية المباراة والتايم أوت. وقت مستقطع في هذه اللحظات لكابتن أحمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري. انتهى تايم اوت والهجمة والحيازة لنادي الاتحاد. لاعبي النادي الاهلي بيضغطوا من اول الملعب. ميدو طه يعدي. ميدو اتقطعت منه. نجح لاعبي النادي الاهلي في الضغط وقطع الكرة. إيهاب أمين يطلع. عمر عزب استلم. عزب. عمر. سيف سمير. عمرو الجندي. الجندي. الجندي بيعدي من سمعة. كعب السمعة. والحكم اعتقد احتسب خطا فني على سمعه. تمثيل سيميليشن. هنشوف العاده. يعتبر ان هناك سيميليشن تمثيل من اسماعيل احمد. رميه حره واستحواذ للنادي الاهلي. إيهاب أمين ورمية حرة. يسجل إيهاب أمين الرمية الحرة وما زالت الحيازة للنادي الأهلي. طبعا لسه بدري جدا. 10 نقاط الفارق. 6 دقائق وقت طويل جدا في كرة السلة. لسه بدري. الحيازة للنادي الأهلي. عمرو زهران وإدخال الكرة من الحد الجانبي. الحكم البولندي فويت تشيكليسكا بيطالب بدلاء نادي الاتحاد انهم يقعدوا. كل يقعد على البنش. عمرو زهران يطلع على طول. عمر عزب. عمرو الجندي. الجندي. عمر عزب. عمرو زهران. عزب على التصويب ثلاثيه قصيره والمتابعه من بيبو. بيبو. بيبو يبحث عن دوله يسلم على دوله على طول.
دولا يعدي بالكرة يبدأ الهجمة النادي الاتحاد. دولا سمعة سمعة اسماعيل احمد لدولا دولا ياسر صالح ياسر تحت الباسكت سمعة وفي خطأ والقرار سليم في دفعة واضحة جدا من عمرو الجندي تحت الباسكت. وادي امامنا الاستاذ محمد مصلحي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري مش عاجبه الاداء واضح كده من تعبيرات وشه وملامحه مش عاجبه الاداء حتى الان. رمى جانبيه لنادي الاتحاد مش عاجبه اداء لاعبيه طبعا. كوري يوبستر كوري يطلع ياسر صالح ياسر ياسر بيبو بيبو دولا احمد عادل دولا كوري يوبستر كوري يبحث عن التصويبة اخترق كوري يعكس الملعب ياسر صالح ثلاثية وسيارة هبة مين يزق الكرة يلحق يلحق لا إلى خارج الملعب ورمية جانبية من تحت سلة نادي الاتحاد. هبة مين بذكاء زقها بعد الكرة لأبعد مكان في الملعب. ايوه الكره جت في الحلقه 24 ثانيه اعتقد يتجدد زمن الهجمه او 14 ثانيه. هنشوف لمس الحلقه بالفعل 24 ثانيه بالفعل قرار سليم لان الكره فعلا لمست الحلقه وردت. سمعه سمعه بيبو احمد ابو ليلى بيبو دولا احمد عادل دولا في مواجهه عمر عزب دولا تمريره سمعه سمعه اخترق من الاند لاين سمعه 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 وترافلينج بالفعل القرار سليم مخالفه المشي بالكره على سمعه مخالفه المشي بالكره على اسماعيل احمد والقرار سليم. عمل حجله كده سمعه والقرار سليم. لو نشوفها في العاده مخرجنا محمد نصر اخر هجمه اخر صفاره ادي العاده ادي سمعه راح استلم هنا ايوه هنا ووك قرار سليم القرار سليم ترافلينج على اسماعيل احمد. شكرا لمخرجنا الكبير محمد نصر. ادخال الكره من تحت سله النادي الاهلي ايهاب امين لاعبي الاتحاد ودفاع ضغط من اول الملعب. عمرو زهران استلم يواجه عمرو زهران عمرو زهران اتقطعت منه اندفع تمريره فوده فوده تعود الهجمه لنادي الاتحاد بيبو استلم بيبو يطلع دولا دولا بيضغط على عمرو الجندي ضغط محاولات كوري ويبستر كوري ويبستر حاول يعدي كوري و خطأ على عمرو زهران خطأ على عمرو زهران ورمية جانبية لنادي الاتحاد 4:30 على نهاية المباراة تقريبا دقيقتين لم يسجل أي فريق أي نقاط على مدار دقيقتين تقريبا أو دقيقة ونص مفيش أي تسجيل للنقاط. ياسر صالح ياسر مصطفى فودة كوري ويبستر كوري كوري ويبستر على التصويب ثنائية كوري ينجح في التسجيل وثنائية كوري ويبستر يقلص الفارق إلى 8 نقاط الفريق يتقلص إلى 8 نقاط. إيهاب أمين يبدأ الهجمة للنادي الأهلي إيهاب أمين يضغط على طول ياسر صالح بيضغط عليه ما بيديلوش مساحة يلعب إيهاب أمين إيهاب أمين إيهاب تمريرة عمرو زهران على التصويب ثلاثية غير ناجحة سيف في المحاولة دولا يلحق يعمل ريباوند دولا يعيد الكره والهجمه لنادي الاتحاد دولا دولا يبدا الهجمه لنادي الاتحاد مصطفى فوده مصطفى فوده فوده ياسر صالح كوري ويبستر كوري ويبستر كوري ويبستر هي دي اللي عايزها التصويبه لا يسجل هبه مين يلحق تصطدم الكره في قدمه دولا اخترق دولا بيبو تحت الباسكت بيبو وفي خطا على سيف سمير ورميتين حرتين لبيبو رميتين حرتين احمد ابو العيلة بيبو والخطا على سيف سمير ثلاث دقايق ونصف او ثلاث دقايق 33 ثانيه على نهايه المباراه
8 نقاط الفارق للنادي الاهلي. ورميتين حرتين لبيبو احمد ابو العيلة. بيبو بيبو ورميتين حرتين يسجل رمى الاولى. 7 نقاط الفارق. يسجل الثانية. 6 نقاط الفارق. 56-50. خرج دولة في هذه اللحظات. وخرج أحمد أبو العيلة بيبو. يطلع طولة هبة مين. يبدأ الهجمة للنادي الأهلي. مايكل تومسون. مايكل تومسون. مايكل. جندي. عمرو جندي. عمرو جندي. مايكل تومسون. على التصويب ثلاثية. لا يسجل سمعة في الريباوند. سمعة يطلع على طول مصطفى فودة. فودة. مصطفى فودة. كوري ويبستر. الهجمة النادي الاتحاد في محاولة لتقليص فرق 6 نقاط. كوري ويبستر ثلاثي. روعة كوري ويبستر. قلت لحضراتكم لسه بدري جدا. كوري ويبستر مع ثلاثية. يقلص الفارق إلى 3 نقاط ويعيد نادي الاتحاد من جديد إلى المباراة بقوة. كوري ويبستر. 56-53. والتايم اوت اغوستي. الفارق كان وصل ل 10 نقاط. تقلص الفارق الى 3 نقاط. هنشوف. في شك ان قدمه لمست الخط. يا ريت نعيد الثلاثيه الاخيره. في شك من الحكم ان قدمه لمست الخط. هل الحكم احتسبها نقطتين؟ لا، ثلاثيه. بالفعل ثلاثيه. كلتا قدميه خارج القوس. حكم بيتأكد هل قدمه لمست الكوس أو لا، ولكن ثلاثية. 3 نقاط الفارق. وتايم أوت لأجوستي جوبي المدير الفني للنادي الأهلي بعد تقلص الفارق من 10 نقاط إلى 3 نقاط. 7 نقاط متتالية سجلوهم من نادي الاتحاد دون رد من النادي الأهلي. تقلص الفارق من 10 نقاط إلى 3 نقاط. ستة وخمسين 53. الهجمة والحيازة للنادي الأهلي. ثلاث دقائق تقريبا على نهاية المباراة. وثلاث نقاط الفارق للنادي الأهلي. عمر عزب يسلم على طول هبة مين لاعبي الاتحاد. بيضغطوا من أول الملعب. مايكل تومسون يطلع. عمر عزب. هبة مين عدى نص الملعب. مايكل تومسون. تومسون. مايكل تومسون بيضغط عليه فودة. إيهاب أمين. إيهاب. مايكل تومسون أخذ قرار التصويب. ثلاثية غير ناجحة. إيهاب أمين يخش في الريباوند. تمريرة هيثم كمال. هيثم في الريباوند. يطلع على طول مصطفى فودة. مصطفى فودة. هيثم كمال. كوري ويبستر. كوري ويبستر. كوري يا ولد يا لعيب. لعيب كبير. روعة. يسجل الثنائية. 5 نقاط متتالية.
وكوري أوبستر يعيد نفس السيناريو المباراة الأولى. نادي الأهلي كان متفوق بفارق 6 نقاط، سجل ثلاثية في ثنائية، النهاردة بيعيد السيناريو من جديد. كوري سجل 5 نقاط متتالية، الفارق يتقلص إلى نقطة ويعيد نادي الاتحاد إلى المباراة. الهجمة للنادي الأهلي، عمرو الجندي، تمريرة، إيهاب أمين، إيهاب الجندي، مايكل تومسون، عمر عزب، اخترق عمر من المنتصف، عمر عزب والريباوند على طول لنادي الاتحاد على الانطلاق. هجمة التقدم لنادي الاتحاد، سمعة يسلم على طول ياسر صالح، ياسر تمريرة، هيثم كمال، كوري وبستر، كوري هيثم كمال، ثلاثية، كاد أن يسجل هيثم كمال، لفت على الحلقة وخرجت. لو كان سجلها كانت هتعمل دفعة كبيرة للاعبي نادي الاتحاد. تمريرة، عمر عزب، مايكل تومسون، إيهاب أمين، محاولة، عمرو الجندي، ثلاثية بعيدة المدى، عمرو الجندي ولسان حاله بيقول إنما للصبر حدود، يسجل ثلاثية يتسع بيها الفارق من جديد الأربع نقاط للنادي الأهلي. سمعة، كوري وبستر، سمعة، فودا، مصطفى فودا، حكم يحتسب ثلاثية، لا احتسب، هنشوف ما هو القرار، احتسب ثلاثية لمصطفى فودا بالفعل، ثلاثية محتسبة ولكن احتسب خطأ غير رياضي او فاول، لا فاول مش خطأ غير رياضي، فاول، قال ان مصطفى بعد التصويبة ضرب برجله. هنشوف العادة، ادي العادة، ادي التصويبة، احتسب ثلاثية، اعتقد احتسبت لنادي الاتحاد واحتسب خطأ على مصطفى فودة بعد التصويبة، ان هو يعني عمل مرجحة كده برجله كانت ممكن تعمل اصابة لاحد اللاعبين. وادي جندي، عمرو الجندي، والثلاثية الحكم اعتقد احتسب، هنشوف هل خطأ فني او انا سبورتسمان لايك فاول، خطأ غير رياضي، هنشوف، ما شفناش الحكم في الاشارة. اعتقد الحكم احتسب خطأ غير رياضي على مصطفى فودة، احتسب الثلاثية ولكن بعد التصويبة احتسب خطأ غير رياضي، لا خطأ عادي، خطأ عادي على مصطفى فودة. رميتين حرتين للنادي الأهلي، إيهاب أمين ورميتين حرتين، إيهاب أمين يسجل رمى الأولى، لا احتسب خطأ عادي بعد التصويبة، مصطفى كده فتح رجله شوية، الحكم احتسب خطأ. إيهاب أمين يسجل رمى الأولى ويسجل الثانية، 61-58، 3 نقاط الفارق للنادي الاهلي. مصطفى فودة يبدا الهجمه، سمعة اسماعيل احمد يسلم على طول لكوري اوبستر، كوري والخطا على عمرو زهران، ورميتين حرتين لكوري اوبستر، كوري وبستر ورميتين حرتين لنادي الاتحاد، يسجل الرمى الاولى، 61-59، فاري يتقلص الى نقطتين. كوري يسجل الثانية، 61-60، فاري يتقلص الى نقطة، وتبقى دقيقة 5 ثواني على نهاية الكوارتر الرابع ونهاية المباراة، 61-60. زي ما قلت لحضراتكم في المباراة الأولى مفيش مباراة هتنتهي سهلة، جميع المباريات هتخلص في الثواني الأخيرة. باك زون حكم بيقول له مفيش داعي، لا
مفيش داعي للإعادة للفيديو، هي باينة وهي فعلا باك زون. رمية جانبية وحيازة لنادي الاتحاد، دول على التنفيذ. مصطفى فودة أقل من دقيقة على نهاية المباراة. سمعة استلم سمعة، كوري ويبستر، كوري ويبستر، ويبستر مضغوط عليه يعكس الملعب. دولا دولا دولا، كوري ويبستر، كوري وكاد أن يسجل، سجل مع آخر ثانية. طبعا خدوا 14 ثانية مش 24 ثانية، 14 ثانية. كوري كاد أن يسجل. إيهاب أمين الهجمة للنادي الأهلي، الثواني الأخيرة وهجمة مهمة جدا للنادي الأهلي. 61-60 إيهاب أمين، مايكل تومسون على التصويب، لا يسجل مايكل، والمتابعة، سيف سمير يعمل ريباوند، سيف مايكل تومسون يطلع، إيهاب أمين، مايكل تومسون، مايكل، وفي خطأ. دولا بيعطل الساعة، بيعطل الوقت. رميتين حرتين لمايكل تومسون، رميتين حرتين مهمين جدا لمايكل تومسون في توقيت مهم جدا. 17 ثانية على نهاية المباراة، 61-60 للنادي الأهلي. مايكل تومسون ورميتين حرتين. يسجل الرمية الأولى مايكل تومسون، 62-60. مايكل تومسون ورمي الحرة الثانية. عشر ثانية على نهاية المباراة. الهجمة لنادي الاتحاد، ثلاث نقاط الفارق للنادي الأهلي، والحيازة لنادي الاتحاد. كوري ويبستر، هيثم كمال، كوري، كوري وهاب أمين، هيلعب على الثلاثية. كوري والريباوند على طول، عمرو زهران يعمل المتابعة، عمرو زهران يطلع، إيهاب أمين، إيهاب أمين، إيهاب عدى وتصطدم الكرة في قدم كوري ويبستر. خلاص النادي الأهلي في تايم اوت، النادي الاهلي بيقترب من حسم المواجهه الثالثه امام نادي الاتحاد السكندري ليتقدم 2-1 في نهائي دوري السوبر. لسه اعتقد لسه ثانيه او ثانيتين وفي تايم اوت لاغوستي جولبي المدير الفني في اوتسايد. 63-60 63-60 للنادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص
منطقيا حسم المواجهة الثالثة بالتقدم على نادي الاتحاد 2-1 بعد ثلاث مواجهات. يوم السبت القادم المواجهة الرابعة، لو فاز النادي الأهلي سيتوج بطلا لدوري السوبر هذا الموسم، ولو فاز نادي الاتحاد السكندري هنذهب إلى مباراة خامسة يوم الاثنين القادم. رمية جانبية للنادي الأهلي 63-60 متبقي ثانية وخمس أجزاء من عشرة من الثانية. منطقيا خلاص المباراة انتهت للنادي الأهلي. كابتن أحمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد، مدرب كبير قدير، هو المدرب الأسطوري أو التاريخي في كرة السلة المصرية من حيث تحقيق الألقاب طبعا، سواء الألقاب المحلية أو القارية أو العربية. أسطورة نادي الزمالك والمنتخب المصري سابقا كابتن أحمد مرعي. الهجمة للنادي الأهلي وتبقي ثانية وخمس أجزاء من عشرة من الثانية على نهاية المباراة. ثلاث نقاط الفارق للنادي الأهلي. مايكل تومسون وهيتخلي الكرة من الحد الجانبي. تومسون محاولة في خطأ على سمعة، بيعتذر لعمرو الجندي الأسطورة إسماعيل أحمد كابتن مصر وكابتن نادي الاتحاد السكندري 46 عام وكابتن أي لاعب في أرض الملعب طبعا إسماعيل أحمد سواء لاعبي نادي الاتحاد أو لاعبي النادي الأهلي. خمس أخطاء على سمعة، يغادر وفي خطأ ورميتين حرتين لعمرو الجندي. سبع أجزاء من عشرة من الثانية على نهاية المباراة ورميتين حرتين عمرو الجندي. بيفقد الرمية الأولى عمرو الجندي سبع أجزاء من عشرة من الثانية. بقول ممكن أضيعها عشان ما ياخدوش أوتسايد، يلعبها جامد على الحلقة. خلاص في هذه اللحظات بتنتهي المباراة 63-60 لصالح النادي الأهلي. النادي الأهلي يتقدم 2-1 على نادي الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر هذا العام. المباراة القادمة يوم السبت القادم بإذن الله المواجهة الرابعة، لو فاز النادي الأهلي سيتوج بطلا لدوري السوبر هذا الموسم، ولو فاز نادي الاتحاد السكندري سنذهب إلى مباراة خامسة يوم الاثنين القادم. أعزائي مشاهدي متابعي قنوات أون تايم سبورتس في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة، تقبل رقة تحياتي، أنا محمد يوسف وإلى اللقاء.